السلام عليكم. اللي نقدم لكم راسيس الحرة في حمزة. أول حاجة نقدمو تاع زين الأم والأب ديال خونا ريان الله يرحمه، اللي خلى لنا واحد العبرة وواحد المثال من وراء الموت ديالو. كأن الله سوى السبب من بعد ما شاف الأمة العربية ملي تفرجكات في هذا الوقت ديال الفيفا، ولكن حبل الله الحمد لله راه مفتول، وحنا إن شاء الله الأمة العربية غتفتل هذا الحبل هذا وغنتوحدوا الأمة العربية اللي كان سببنا اللي هو ريان اللي عاش وسط العائلة ديالو واحد المدة قليلة اللي هي 5 سنين، من بعد الله سبحانه وتعالى الدار عنده بغاه والدار عنده يعني خلى من وراه واحد العبرة وواحد العبرة إنسانية وعبرة لأي واحد من ناحية الصبر ومن ناحية الإنسان يكون راضي بالوضعية اللي قسم لي الله، لا من سبب الجوع ولا من سبب العطش، بحال خوتنا اللي في فلسطين اللي عاشوا هادشي عمر السنين، والحمد لله بعش البنت اللي عندنا الظاهرة اللي عشنا معاها مدة ديال 5 أيام اللي أزمتنا، ونتمناو التعازين الأم ديالو والأب ديالو، التعازين الأم العربية كاملة وبالمغرب كامل إن شاء الله. وهذا البورتري هذا كان حنا فرحانين فاش كنا كنخدموا فيه بالمعاونة ديال الدراري هنايا، الدرب ديال الحرية، لا من الصغير ولا من الكبير ولا من أي واحد، اللي كان فرحان باش على خونا ريان اللي كان البورتري ديالو اللي عنا لينا بزاف الحوايج اللي غتبقى في الدين ديالنا راسخة مدى الحياة، اللي فيما غيشوف التصويرة ديالو غتفكر فيها تجربة ومعنى الحياة وفيها بزاف الحوايج. آخر كلمة للمرحوم، الله يرحمه في هذا النهار هذا، الله يرحمه ويصبر والديه، والدري هذا راه في سبيل الله راه رسم الطاق هذا، الله يرحمه. الفكرة هذه باش يكون أكبر بورتر إن شاء الله في كازا. يترحم عليه اللي داز من هنا يبقى يترحم عليه. هذا ما كان. كلشي كان فرحان، الناس صغار وكبير كان كلشي فرحان هنايا بخير، وهذه الإنسان اللي كان فرحان انا فرحان من اكثر منه بمليون درجه. انا ملي بان لي كلشي فرحان وعجبوه هذا سميتو، انا راه فرحان اكثر من هذا بزاف. وكنا نوصلوا ترحما لخويا ريان الله يرحمه في هذا النهار هذا، وغنبقاو نترحموا عليه ديما الا ما عمره ما غادي تنساو الدين ديالو، الصوره ديالو غتبقى الراس خلينا في الدين ديالنا والله يرحمه في هذا النهار. والكلمه الاولى والاخرى إن لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه والله يصبر والديه هادشي اللي فيه. شكرا. حمزة باش كنتي كتحس بلي كنتي متابع انت ريان وهو باقي تحت من حاجة باينة، هادي راه ماشي غير أنايا، هادي راه الأمة العربية كاملة ولا المسلمين ولا اللي كان في قلبه حجر، ولا يبان لك أي واحد واخا ما قارش واخا كيف ما كان، ناس كبار صغار الأطفال كلشي عاش في المدة ديال 5 أيام المعاناة ديال خونا ريان اللي عاش المدة ديال 5 أيام تحت الأرض بالجوع بالبرد لا ماكلة لا بزاف الحوايج، وكان ضرار هذا الشيء كامل عشناه لدرجة ما قدرناش ندوسو ونعمو بقينا سهرانين معاه. وواحد الحاجة اللي سمعنا الأخبار ديالو يعني راه حسينا بحال توفينا واحد من العائلة ديالنا.
بزاف لا بزاف لا انا بزاف ما كرهناش الموت في ديك اللحظه. علاش اول احقاش اول حاجه رايان ولا جينا نعاودوا القائمه راه ديال ولاد الشعب كامله بحال ما هكا القائمه تطول والالم لا يزول. كل نهار واحد اليوم رايان غدا بعد غيجي واحد اخر من ورا رايان. يعني حنا اللي كنطالبوا هو البلاد ديالنا تكون بواحد ازدهار عوض حنايا العقول اللي غادي نهجروها في القوارب الموش. حنا كنبغينا ننميو الدراري ولاد الشعب وبغينا حنايا نزيدوا بالبلاد ديالنا لقدام وتكون عندنا ثقافات ويكون عندنا ميول ويكون عندنا تعليم اجباري في بزاف الحوايج. وهذا الشيء اللي كنتمناو من عند الله. نشكر الامه العربيه كامله تشكر الامه العربيه كل شيء اللي وقف معاها من فلسطين من فلسطين الجزائر تونس كل شيء من برا من جميع الدول العالم راه كل شيء وقف مع الدري مصطفى. خويا مصطفى كان معايا شهوة خدم معايا شهوة في مواقع التواصل الاجتماعي ما بيننا وبين الشعب الجزائري ولكن بقينا هما اكثر وحدين كانوا متضامنين معنا وراه امة اسلامية راه بالسيف غيتضامنوا معنا. راه هو راه رسالة هذا الله سبحانه وتعالى صيفطنا رسالة باش نرجعوا لبعضياتنا. يعني كورة كانت غتفرق كيفاش يقول واحد المشاش يقول لك تجمع تفرقون يد الفيفا وتجمعون يد الله. هجرنا ديننا عمدا فعدنا الاوس والخزرج نولي جهلنا فينا وننتظر الغابه مخرج. علاش حنايا نتربيو فينا حنا الغابه على عندنا على عقول. حنا ما نتسناوش الغابه مخرج حنا غنتسناو العقول الواعره تكون عندها مخرج ان شاء الله في هذه البلاد. ان شاء الله حنا بغينا الازدهار يكون عندنا في هذه البلاد. بزاف الدراري هنايا اللي كتمنى تيقول لك انا باغي موهبه لا في حلاقه ولا في اي دومين في اي حاجه تيقول لك انا ما بغيتش هنايا طبت هنايا بالجمع نبقى بكاري الحياه. حنا في عمرنا دابا كدا 30 عام كيبان لك المستقبل تيضيع ما عندك لا ولاد ما عندك حتى شي حاجه. كنبغينا نفرحوا الوالدين بغينا نفرح المخير في هاد الدراري هاد الجينيراسيون كلشي باغي. علاش كيبان لك الدراري الصغار دابا حاليا ملي تيضرب واحد اللاج كيبان لك تيتجه شنو تيتجه الزنقه الهويه شنو هو غير التدخين والمخدرات. لا بغينا يكون واحد التعليم اجباري الدراري يكونوا عندهم ميول لا في الرسم ولا في الموسيقى ولا في الكوره ولا في بزاف الحوايج. هما الهوايه ديالك ترجمتيها باش تعاون تفر ريان والوالدين ديالو ربما اللي غادي يدوز في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله. هادشي هو بطبيعه الحال عجب الناس ولكن ما كرهناش نزيدوا شي حاجه مكشر. هذا في السيطره ديالنا عرفت بان يعني الحاله ضعيفه وان حاولتي تجمع بهذاك شويه انت وصحابك بهذاك ماشي مشكل عادي ماشي مشكل ما عندناش مشكل. انا شوف لا 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 شوف ربي ملي تيسر في واحد الحاجه ربي مش ملي بدينا ان شاء الله ما عرف غادي تكمل غادي تكمل ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله على مولانا يا ربي امين. وكنتمناو الميساج يوصل للمنار المتريال والاب الريال وتنقولوا لهم حنا راه ولادكم في المغرب الكامل وخارج المغرب حنا ولادكم. كيف ما مطرايين حنا كاين بزاف الريانات حنا كنا ريانات حنا كنا ولادكم وان شاء الله ملقاتنا في الجنه مع خونا ريان. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.